كور جديد في افتر افكت اليوم، نشوفوا كيفاش نخدموا على الكروماكي. الكروماكي هو الفون فير ولا الفون نوار، الفون بلو اللي نخدموه، ورا لاكتور ولا سوجي باش بعد نجمو نبدلو الباك جراوند. دونك اللي حبيت نقوله هو نكون عندك مثلا فيديو كيما هكا على فون فير. بعد اون فا لانتيغري في سيكونس فيديو كيما قاعدين نشوف. اوكي هاي نبدا بي. دونك عندي السيكونس نتاع الباك جراوند اللي هي لهنا، فما فيديو كيما قاعدين نشوفو، وعندي بلان تاع الاول سير فون فير. اول حاجه لاحظوا اللي لهنا عندي موفمون كاميرا في الباك جراوند، بار كونتر لهنا كاميرا فيكس. دونك شوفوا كيفاش نحلوا المشكله دي، ما هي صعيبه. باه خلينا نبداو بالكينج. كينج في افتر افكت مش صعيب، مشيو افكت كينج كي لايت. اوكي جو سيليكسيون لا كولور اللي مش نحيها بطبيعه، في كان هذا الاخضر، ونشوفوا لي الباك جراوند ولات ترانسبارنت. ما تغرنش المظاهر، فما برشا مشاكل في الكينج لهنا شرا صرت ماما السوجي متاعي ولا ترانسبارنت. دونك باش نحل المشكله هذه لازم نمشي سكرين مات ونخدم على سكرين مات كما قاعدين نشوفوا هوني، اون كونتراست ليماج اون نواري بلون اكاو. كل ما هو نيفو دوغري كما هكا يعني ترانسبارنس. كما في فوتوشوب نعرفوا اللي البلاك في الماسك ترانسبارون، البلون اوباك 100%، والنيفو دوغري هو نيفو نتاع ترانسبارنس. اوكي دونك احنا باش نحاولوا ولا نحطو تخليه على كل يقعد النوار اللي في به ولا به. بويسك هوني عندي شويه ريش نجم يضيع في ال، نشوف الريزلت فينال نجم يضيع في ال مع الماسك نتاع النوار، نجمو احنا بعدها نصرفو. دونك خلنا نحيو النوار كومبليتمون، بعدها نلقاو سوليسيون كيفاش. فوالا دونك هنا الايدج ولاو معناها لي سيغمون ولاو ريجيد، بار كونتر هو ريش. دونك عندي لهنا في لي زوبسيون عندي سكرين سوفنس، وعندي زادا سكرين بري بلور، خليها فلو قد ما نجم. فوالا وهنا تعطيني هاكا الفيذر ولا لاتينياسيون اللي باش نسيميليو شوية ولا منضيعوش برشا اللوك متاع متاع الريش، صرتو عندي فلو دو موفمون هنا. باهي دونك اول حاجة نظفنا الجرين سكرين متاعنا. مي نشوفو توا وقت اللي انا نعمل بريفيو نلقى لي سوجي فيكس، بار كونتر الباك جراوند تتحرك. هنا لا سوليسيون هي اني انا نعمل تراكينغ للباك جراوند ونحط لوبجي نتاعي اون 3 دي. اللي يعرف افتر افكت يعرف اللي اي كالك نجم كونفرتيه اون 3 دي يولي يدخل اون كونسيدراسيون افيك لو موفمون دو لا كاميرا. دونك اول حاجه مش نبدل مش نخرج لو موفمون دو كاميرا تاع سيكونس. دونك تراك كاميرا نعطيه شويه وقت باش يبدا هو يناليزي لو مومون اللي هو يناليزي في الموفمون نتاع الباك جراوند. احنا مش نحاولوا نقدموا شويه. دونك نشوفوا السونس نتاع الضوء جاي من اليمين، بار كونتر السونس نتاع الضوء في الاول جاي من اليسار، والومبر في الديريكسيون الاخرى. دونك لهنا نمشي نجي نعمل ترانسفورم
فليب هوريزونتال باش الضوء يجي من نفس الصوص. اوكي، حاجة اخرى عندي مشكلة الكونتراست. دونك الكونتراست متاعي هو موجود لهنا في الليماج في الباكراوند، لازم نوصل نفس النيفو دو كونتراست اللي موجود لهنا. دونك مش نمشي نزيد الموديفيكاتور بلوتو ايفي كالر كوركشن برايتنس اند كونتراست، ومش نزيد في الكونتراست باش نحاول نوصل نفس النيفو دو كونتراست. به اش قعد اللوك هنا التمبيراتور في الجون وهنا التمبيراتور في البلو. دونك باش نمشي كالر كوركشن تري تون ونحاول نقرب المي تونز للامبيونس اللي موجودة هنا ابوبري هك. كيف لابد راهو لابد قوي برشا، سورتو لينا كونتراستيت ليماج. دونك باش نجي نقص دوبلاش، اختار ابيض قريب برشا من هنا فوالا، باش تبدا بيها انتيغري ليماج. باهي، مازالت الباك جراوند لهنا تعمل في الاناليز، نزيدو نقدمو شوي. بوان دو في كونتراست و بالي دي كولور، مازالت البومة لهنا بيضة برشا. دونك نجم نجي نعمل حتى كورب كولر كوركشن كيرف، نطيح في الابيض شوية ونشوف شو نجم نعطي. ولا حاولتك الهايلايتس نقص فيهم ظهر لي برشا. بيفور افتر ظهر لي نقص، اما لازم يمشي الكولور اخرى. دونك مش نرجع للتريتون، نحاول ناخد كولور ولا قريبة من الامبيونس. باهي، توا كمل الاناليز. جو في كري اون كاميرا، كريت كاميرا ولا. دونك توا مش يولي عندي موفمون كاميرا كيما الموفمون اللي موجود في ليماج ريال ولا في الفيديو ريال. معليه كانو كونفرتي البرومي بلان اون 3 دي باش تولي الكاميرا تاخذو اون كونسيدراسيون تشوفو. فوالا، ونحطو في لومبلاسمون صحيح نتاعو. كيفاش باش نعرف لومبلاسمون بويسك لي هدايا توا ولا اسباس اون 3 دي؟ باش نمشي الفيديو اللي انا عملتلها تراكينغ، عندي لهنا رندر تراك بوينت وريني لي بوان اللي تراكيتهم. دونك انا نحب مثلا نحط السوجي نتاعي لهنا، باش ناخد لي كوردوني نتاع البوان هذا ونابليكيهم على نفس البلان. بس كان حب نحطها مثلا لهنا، دونك هم كيف ان ناخذ لي كوردوني مثلا كليك دروا كرييت نال، يعطيني نال اوبجكت اوبجي نول بلي كوردوني في الاسباس اكس واي زي، ناخذهم بي بعد كنترول سي ناخذ لي كوردوني نتاع البوزيسيون، نمشي على بي بوزيشن كنترول في ونعطيهم نفسهم للكالك نتاع. شوفوا الكالك كبر بويسك اللي يبدل بلاصتو دون قرب اكثر الكاميرا. اس نطيح ونصغر في الاشيل ونهز البومه نتاعي خاطر الانكر بوينت نتاعها جا في الوسط. دونك هي توا في نفس النيفو مع البوان الفير هذا. اوكي، هي توا في نفس النيفو. دونك نزيد نطلعها شوية ولا حاجة هكا. دونك هنا مش تولي هي تمشي كيما قاعدين نشوفو، متقولش عليها موجودة في السباس في البروفوندور هذاك. قاعدة عندي مشكل متاع لومبر بويسك الكادراج مخصوصة اللوطة. تو نشوفو كيفاش نحلوها بارتير اترافير ماسك. فوالا، خليني نفسخ توا لي بوان، معادش نحب نشوفو. دونك نقولو معادش نحب الرالي بوان، باش نجي على الكالك متاعي باش نعمل ماسك كومسي. عندي حجر هنا
نغطي شوية على الساقين كيف كيف باش نقص البارتي هذا. بالطبيعة مش نعكس الماسك، ام انفيرتد نعكس الماسك. نشوف هوني اللي ضيف الكاليتي على نخش عليها نغطيها بال بعد. عندي ال كان مش نعمل اتنياسيون على الماسك ام دبل ام، مش نعمل اتنياسيون على الماسك، مش يجي على الكل شفناها. بالكونتر انا نحب يكون اتنيي كان في في البلاصه هذه. هنا مش نشوف انوتر روتي موجود في اللوتي بان اسمه ماسك فيذر تول. اوكي مش نعمل ان بوان هنا، مش نعمل انوتر بوان هنا، انوتر هوني الى الدرني هوني. كيفاش يخدم ال الماسك فيذر تول؟ كل بلاصه وانا نتحكم في الفيذر نتاعها. مثلا هنا هذه الكونتيتي نتاع الفيذر، مي بار كونتر هوني عندي كبر في الديستانس باش يعطيني فيذر اقوى. انظر هوني كيف كيف ما تنعطيهم من نطر ماسك الكادر هذاك ولا كاش معطى. دونك نشوفوا اللي لهنا فما فيدر لهنا ما فماش. كيف كيف هوني نزومي شوية على الإيماج ولا هوني نجم نخلق فيدر وهنا نخليه شوية برك. هذا سو كي كونسيرن لومبر، مي قعد ان كادر خفيف من 10 فيه ولا هو انوار تابع للتنظيف نتاع الكروما. نمشي نجي جوست نعمل انوتر ماسك اوبس، لازم نسلكسيوني الكالك قبل باش ما نعملش شيب. مش نقول له انا في الماسك نقول له سبستراكت نحيهم. هنا شوف الفيديو بتاعي تو بطبيعة كبيرة برشا البومة بارابور للانفيرونمون هذاك. الحكاية سهلة، مش نجي انا الاس سكيل ونقص في ال في الشيل باش نهبطها نفس النيفو نتاعها اللول. اخر حاجة هو الميزو بوان. شوف الميزو بوان نتاع الفوكيس معناها موجود على الشجرة، والبارتي اللي فيها الاول بلو فلو فلو. دونك لازم نفلوتي البومة لهنا باش تكون كريديبل اكثر، سينو ما نجمش تكون هي نات في في بلان ولا في بروفوندور دو شون يكون يكون فلو هنا. دونك لي بيان انتيغري في في ليماج. سوف كو كيما حكينا اخر حاجه لازمها تكون لازمها تكون فلو. ان سامبل فيتر فلتر نمشي كولر كوركشن ونزيدها بلوتو سامحوني بلور كاميرا لانس بلور. اوكي
ومش نحاول نقرب لماكسيموم الفلو اللي موجود لهنا. دونك مش بعيد صرتو في النيفو هذا، نزيد شوية برك، خلي مثلا سيت ولا ويت، برشا ويت، نخليها سات، لا نحط سيس على هكا بلو كريديبل. توا كي نقرا الانيماسيون متاعي ولا الفيديو متاعي نلقى ليها بيان انتجري في الباك جراوند. مرسي و اتري بيانتو.